انتم اصحاب برشا البنات اي ونحن باش نعملوا تيست باش نشوفوا صحبتكم صحيحه ولا اي لوحه طبي بايك الكل على عدس ميليتير ميليتير على عدس تفضل لوحات هذه اللوحه وهذه طلسة عندكم طلساتكم عندنا حاضرين لوحاتكم حاضرين حلو الزوز باش تكتبوا مع بعضكم ما غير ما تنقلوا لا اي نعرف لو كان جات لبنى حيوان شنية تكون امشي عاد فيك تخمم انا نكتب على روحي انت بيان سور خيا كان جيت حيوان شنو تكون وهي شنو تكون لبنى كان جات حيوان شنو تكون معزة لبنى قالت وانت ايش قلت زرافة علاش زرافة لبنى طويلة مش معطلة بعضهم معزة وزرافة بومي علاش زرافة خطر طويلة شفت ما حملتش فيا هي راهي حابة تكتب كلب مش هي طويلة مش هي مش هي طويلة انت قصيرة بيه علاش معزة انت نعرفش خاطر ساعات ضحكتي تخرج كان معزة لو كان جات أميمة أبشر رجع مسلفة مردودة أي. حيوان شنية كانت تكون اكتبي أنا نعرف وهي تعرف أنا كش كتبت وزغة رتيلة ورل ورل مش بعاد مش بعاد بطريق أي. هكل البنغوان بطريقة قرد وعلاش بطريق ساعة؟ كيكة ساعات عندها مشية تعمل فيها نعمل لهم مشية تمشي كي البانكوان وعلاش قرد انتي؟ خاطرين نحبوا القردونة ماما ما خلتنيش نشري قرد كنت تشري قرد تعيش معاك؟ اخي قالت لي نطردك انتي وهي ولا طردك انتي وتخلي القرد خير نمشي معاك وبربي يوريو فرد وقت اللوحات لحد الان توا ما كنتش صحاب ما تعرفوش بعض لا لا صفا با يا لطفي مستوما علاقتكم صفا با ما تعرفوش بعض خينا عادين علاقتنا في بالفيدير تسلفينا من قبيله على الحيوانات مو لازم اسئله نورمال باهي باش نبدلوا توا باش ندخلوا في اللانتيم باهي لكن اميمه جات لون اي شنو اللون؟ اي عاد اكتبوا البنات عندنا ايميسيون راهو تحكم فينا وقت حمراء اي غوز غوز علاش غوز وعلاش حمراء حمراء لا باسيون وغوزك ميمي شويه انا ديما زاهيه خاطر وجو فيات هكا وتحفونا لا ما ماهيش روز حتى تعرف مانيش فيات انا ما حتى تعرف روز نتاع هكا طفله قاعده تصغرونا ساعه مره خرجت لي لحمه من فمي شنو خرجت لك لحمه ما انت تعرف اللي اميمه كي تحط لنا نعيمه صحن مقرونه ولا حاجه تشد اللحمتين تقيسهم يا اخي نهار انا كليت لحمه فهمت وكليت لحمتك ولحمتي جبدتها من فمي لطفي هي تقوم اكثر تقوم بكري برشا هيجي نفسر لك حاجه هي تخدم في موزايك 6 نتاع الصباح للتسعة كي نبدا التسعة ما طيب بكري برشا لبنى كي تجي الصباح تلم لم لمه ولي فمه لحمتي ولحمتها ولحمه العبيد الكل يا اخي مره هي تحكي لا استنى مشكله مش غادي المشكله اللي هي تسعة نتاع الصباح تاكل معايا في المقرونه جبدت لي اللحمه وبعد طلبها خطيبها والكل وي جبد اللحمه في يدها عندها خطيبه هذه وي شيري بونجور ما زلت كي كليت الكرواسون وهي اللحمه في يدها من فمي